قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما يقول كل مسلم فهو خطاب للكافة تدخل فيه النساء، ولذلك بعضهم ممن جهل هذه القاعدة راح مزود ايه ومسلمة، ما هو ملهاش داعي. مسلم يعني الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، مسلم يعني كده. إذن ما فيهاش زيادة مسلمة دي. فمنه ما يدرك به التوحيد ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته، ومنه ما تعرف به العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل، ومنه ما تعلم به أحوال القلب ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص، وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل. فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما تجتنب به الثانية فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات والأخلاق.